معي الأستاذة لبنى الخميس، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. والله كان ودنا تكونين معنا في الاستديو، بس عاد نقدر ظروفك. إن شاء الله. شكرا جزيلا ومسيك بالخير والضيوف الكرام معك. الله يسلمك، احنا دائما سعداء فيك وفخورين فيك. انت موجودة على 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 اكثر من ميدان، ولكن خليني ذا المرة اسأل عن بودكاست أباجورة. يعني زي ما سألت الشباب، إيش سر الذهاب إلى البودكاست؟ والله صراحة أخوي علي، البودكاست من أول لحظة سمعت فيها سحرني، ولا زال هذا السحر واقع علي إلى اليوم. يعني في كمية كنوز معرفية وأفكار وبرامج. يعني بدايتي مع البودكاست كانت مع البودكاست الأمريكي، وذهلت من حجم المحتوى المتميز والمشغول عليه والمتعوب عليه بطريقة رائعة. وذهلت ايضا انه هناك فطاحل من الاعلام والسرد القصصي موجودين على متن هذه المنصه. عندك على سبيل المثال سيث جودن، مالكوم جلادويل، اوبرا وينفري، والكثير والكثير من قاده الفكر اللي كنت اقرا لهم او اتابعهم على الشاشات، ولكن بشكل او باخر انتهى بهم المطاف انهم يقدمون بودكاست، وكان لا يقل جمالا ولا يقل اثراء عن محتوياتهم الاخرى. فهذا بصراحة اللي أخذني لهذا العالم، المحتوى ولا شيء غير المحتوى. نعم، طيب في بس استاذ لبنى، بس الجميع السر انه الناس قاعد تسمع لساعات طويله رغم انه يقولون احنا في عالم السرعه. جميل. اعتقد اول شيء بس اسمح لي استاذ علي اني ابغى اسلط الضوء على عده نقاط فيما يتعلق بالبودكاست. يعني مؤخرا تقريبا ما يقارب شهر كان في شيء ملفت للنظر بالنسبه لي، اللي هو فوز برنامج This American Life، بودكاست امريكي يعد من أفضل البرامج على الإطلاق في أمريكا، بأرفع جائزة صحفية تقدمها كلية الصحافة في جامعة كولومبيا بعنوان البولزر. كانت تسلم لأول مرة لبودكاست رغم أن عمر الجائزة 100 عام. هذا يدل بأن البودكاست أصبح يقدم عمل صحفي رزين، أصبح فيه كمية جيدة جدا من الصحافة الاستقصائية اللي تعلمتها شخصيا في كلية الصحافة، أو حتى اللي المشوقة اللي نشوفها في منصات أخرى. ما يعني بأن البودكاست لم يصبح مثلا ضرب من ضروب الدردشة ولا الكلام ولا الحوار، أصبح هناك عمل صحفي حقيقي خلف ربما أشخاص ينتجون لفريق من 40 شخص. لذلك أعتقد بأنه الموضوع تجاوز فكرة أنه فقط بودكاست، أصبحت صحافة حقيقية تعتمد على أسس الصحافة. وهذا كمان يقودنا إلى الخبر اللي قرأناه إحنا كصناع بودكاست في العالم العربي، اللي هو توقيع منصة سبوتيفاي عقد بقيمة 100 مليون دولار مع جو روجن علشان يستحوذون بشكل حصري على برنامجه. فإحنا نتكلم مو بس عن أرقام عالية في كفصة، بل أيضا على مستمعين، على محتوى جيد. فبصراحة أنا مذهولة، وأعتقد بأن المستقبل جميل جدا أيضا في الوطن العربي للبودكاست. جميل جدا. كم عدد الفريق معك؟ طالما انك قلتي مثل ب 40 شخص اعداد، انت كم عدد فريقك؟ صراحه انا بدات منفرده في الموسم الاول، بعدين لما صار عندي راعي واصبح توسع أباجورة اصبح عدد الفريق الان 5 اشخاص. معظمنا طبعا استاذ علي يمكن انت اخبر بهذا الموضوع وسيد العارفين، لكن انتاج اي محتوى واي نص يتطلب عده اشياء، منها البحث وصولا الى عمليه الكتابه، بعدين عمليه المونتاج والمكساج. لانه البودكاست تحديدا في أباجورة في عمليه مهمه جدا وركن من اركان الحلقه، اللي هي عمليه التصميم الصوتي والمونتاج. دائما نحاول ان ننظم مؤثرات صوتيه مثل دعسات الاقدام، دقات القلب، تصفيق الجماهير، خطاب رؤساء، مقابلات من منصات اخرى، موسيقى معينه تنسجم مع روح الحلقه. وهذه كلها تتطلب الكثير من الوقت طبعا، والعمل على الذائقة باستمرار بصراحة. نعم، دائما نتاجك رائع ونفتخر فيه. أتمنى لك التوفيق في تجربة أباجورة، وحنا من جمهورك. شكرا جزيلا لبنى الخميس، كانت معنا هاتف. شكرا جزيلا.